في قسنطين ننشب حريق مهول صباحة يوم الجمعة بالنفق الأرضي بساحة أول نوفمبر بقلب وسط المدينة. في البيض قرار غلق أسواق المواشي يثير فوضى وغضب كبير وسط موالي الولاية. إلقاء القبض على عصابة متخصصة في المتاجرة بالمخدرات بالمدينة الجديدة على مجري بقسنطينة. مشاهدينا الكرام السلام عليكم، أهلا بكم إلى النشرة المحلية من الجزائر. نشب صباحة يوم الجمعة في حدود الساعة 5 صباحا حريق مهول بالنفق الأرضية بساحة أول نوفمبر بقلب وسط المدينة، حيث يعد المكان ممر سفلي للراجلين وفضاء مليء بالمحلات التجارية. وأفادت مصالح الحماية المدنية إلى صعوبة التدخل على مستوى هذا الممر السفلي المغلق بأبواب حديدية مصفحة، حيث أتلفت نيران على 40 محلا وأزيد من 110 طاولة يستعملها التجار. جمال الدين قربوع والتفاصيل. استيقظ ساكنة مدينة قسنطينة على فاجعة نشوب حريق بالنفق الأرضي بساحة أول نوفمبر أو المعروف بالسوتيرا. الحريق نشب على الساعة 5 صباحا والذي خلف خسائر مادية معتبرة وسط سخط واستياء كبيرين لدى المواطنين والتجار وأصحاب المحلات. تا رمضان تا 2013 ما عوضوناش، وقلنا نهنيكم ونعوضوا لكم ما عوضوناش، وزادوا درك صرات لنا نفس الحكايه. اروح لا بريف تشوف البيبان مسدودين، البيبان كل ما حروقين 11 باب تشعل في دقيقه، محال امبوسيبل. البيبان مسدودين او حساب دقيق. هذا الكارثه اللي صرات معادله من الدرجه الاولى، جبت سين كامل المشارك تلقى النتيجه. عاصمة الثقافة العربية اللي استقبل تحالف الأستاذ أفري. اليوم رانا اليوم الجمعة راهي زاد نفس الشيء، زاد راهي نفس الحكاية، زاد حرقة السوتيرة أكثر من نفس الحكاية. الخطرة الأولى قال لك الخطرة الأولى اللي حرقت قال لك أي ماس، الخطرة هذه ما كاين لا ماس لا والو، باسكو حنا نهار تحرق السوتيرة ما رجعوناش تريسيتي، حنا رانا راه من الحوان تاعنا بلا تريسيتي. راك فاهمني وحنا راه نطلبوا من المسؤولين يجيو لنا ويشوفوا قدان عائله اللي راهي مشت لنا. راك تشوف فيهم سيمه بكري يخدموا على عائلات، راهي 350 عائله بينا بن حوانت. رئيس بلديه قسنطينه كان حاضرا بمكان نشوب الحريق، حيث ابدى استياءه عن هذا الحادث الاليم، مطمئنا التجار واصحاب المحلات بان البلديه ستتخذ جميع الاجراءات اللازمه لايجاد حل يرضي جميع الاطراف. يعني هو في الحقيقة هي كارثة يعني اللي صارت وحنا يعني رانا واقفين على الحالة مزرية اللي قاستها شوية، لأن الخسائر اللي تسببت للتجار أكثر من الخسائر المادية اللي لحقت بالأملاك تاع البلدية. شوية التجار اللي رانا يعني وقفنا على بعض الحالات، يعني يوم سبتو احنا مقبلين يعني على تظاهرة في ازدهار شوية للتجارة، أمام التجار يعني نوعا ما مستائين، لكن احنا نطمئنوهم احنا واقفين الحاله هذه نتبعوها، يعني ما ناش راح نتوقفوا عليها باذن الله. اليوم يديروا لنا ستاراسيون شونتي باه نعاودوا نهيئوا هذه الانفاق اللي قاسها الحريق، نهيئوها نركبوا لها لي سيستم تاعها. درك حنا عاكفين على ايجاد حل بديل تسمى مؤقت، حتى يعني ما نبقاوش مبيناليزيوش التجار، يعني ما يبقاوش دون نشاط تجاري الى حين اعاده فتح الانفاق. احنا نحوسوا لهم على حل يرضي الجميع، يرضي جميع الاطراف، حتى يعني يباشروا تجارتهم حتى ننتهي من اعاده الاشغال ونعاودوا نفتحوا الانفاق امام حركه تجاريه ان شاء الله. إذا هي فاجعة آلمت تجار النفق الأرضي المعروف بالسوتيرا بعد احتراق المركز التجاري بطو، إذ بات لزاما على السلطات المحلية اليوم اتخاذ التدابير اللازمة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث المؤلمة مرة أخرى. في ولاية البيض قررت السلطات المحلية بالولاية غلق كل أسواق المواشي المنتشرة عبر 22 بلدية مؤقتا طبقا للقرار رقم 0363 المؤرخ في 8 أفريل 2015 والمتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية والاستعجالية الواجب اتخاذها لمنع تسرب وانتشار داء الحمى القلعية عند الأبقار والأغنام والمعز. تفاصيل أوفى في تقرير يوسف خضير.
الموالون أصروا على إقامة سوق رغم صدور القرار والقيام بعملية بيع وشراء المواشي بشكل عادي. ونشير أن الموالين بولاية البيض يحتجوا على قرار غلق الأسواق معتبرينه يسبب خسائر كبيرة نظرا لكون آلاف الأسر والعائلة تقتات منه، مطالبين في ذات الوقت إلى إيجاد حلول سريعة لضمان بديل عن ما يحدث لهم من مشاكل. يخصك لينا من النوضو ما كاش الهضره والله يا اليوم يلي لقاني الصباح في الطريق ماني طانق اقول الناس تقول لي سرول ها هو يكمل المازوت ما عادش بانه والصغير ضايع نكسب زوج مناير ويقتلني شرنا ولادي خليني رزقي يضيع يا سيدي. احنا يا شوف احنا يا السوق هذا نموتوا ليه نحيوا ليه؟ لا غال ايش نافي رانا كاع ايش نافي واني بنعوا السوق كلش نحرقوه لهم واني بنعوا السوق راه عطوا ثورة ونحرقوا لهم كلش. احنا الموال رانا قبل السوق ما عندنا حتى حية احنا دون السوق ولادنا راهم عايشين بالسوق موش سوق مريض سمعت ما قالش السوق مريض مش مرضى السوق رانا موالة وقارقين قدرك على هذا النهار ها هوين هذا النهار انا قارقين عليه قدرة وليداتنا هم يرعونا قوي تروحوا من السوق باه نروحوا لهم احنا كي نبطلوا القلم باه نروحوا يا احنا عندنا قي السوق رانا عايشين به واحد يخلص 40 مليون يجيب على السوق. السبب اللي يبلعوا في السوق عليه علاه المرض ما كانش راه قاعد الدنيا تخدم وتاكل تاكل من السوق يبلعوا فيه المرض. اسمح لي وعلاه تبلع علاه هاجي بنا غير السبب اللي باغي يبلعنا عليه السوق ورانا وجود واه واذا كان السوق راه باغي يتبلع راه باغي تصرى كارثه كبيره. المصالح البيطرية قامت بتنظيم حملات تلقيح واسعة والتي استهدفت إلى غاية يوم أمس أكثر من 1000 رأس غنم وتسعة آلاف رأس من الماعز وأربعة آلاف رأس من الأبقار. الوضعية تاع لي باركور تاعنا ما شاء الله وبالتالي معناها قادرين الموال يصبر ثلاث أسابيع كأقصى تقدير وقادرين نتجاوزوا هذه المرحلة بحولها. بريزينا تقريبا 11 ولاية نسبة كبيرة من تراب الولاية أصبحت مبوءة بسبب ماذا؟ بسبب التنقل. حاولنا نحاصر المرض في البداية على مستوى المناطق المصابة ولكن للأسف عدم احترام بعض المربين القرارات المنع وخروج من البؤر المصابة خلى المرض ينتشر في كل تراب الولاية. في ملف أثار كثيرا من الضجة وسط الجزائريين في الآونة الأخيرة حول تحرير تجارة الخمور عبر مختلف وسائل الإعلام الصناعية البصرية وكذا مواقع التواصل الاجتماعي، في هذا الصدد اقتربت قناة نوميديا نيوز من فضيلة الشيخ محمد مكركب على هامش مشاركته في فعالية الملتقى الوطنية حول الطريقة الشيخية بالأبيض سيد الشيخ لأخذ رأيه في الموضوع. بيّنه الله تبارك وتعالى، فربنا عز وجل فصل في هذه القضية فصلا قاطعا مانعا، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والإزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لا ينبغي أن يكون في بلد الجزائر ما حرم الله عز وجل، لأن ما حرم الله عز وجل هو من الأسباب التي تنخر المجتمعات وترهق المجتمعات. لذلك ما حرمه الله سبحانه وتعالى من الخمر ومن أكل لحم الخنزير ومن الميسر أي القمار وغير ومن الزنا والسرقة والاختلاس والرشوة وغير ذلك، هذا لا ينبغي أن يناقش وليس محلا للتشاور أبدا. ما كان الصحابة يستشيرون بعضهم بعضا فيما حرم الله أبدا، هذا لا ينبغي أن يخضع لقول فلان ولا فلتان ولو أجمعت الأمة في مشارق الأرض ومغاربها على حل ما حرم الله فلا يجوز ذلك. في قسنطينة تمكن الأمن الحضري الأول بالمدينة الجديدة علي مجلي بولاية قسنطينة من القبض على عصابة متخصصة في المتاجرة بالمخدرات على مستوى المدينة بحوزته 15 كيلوغرام من المخدرات ومبلغ مالي قدره 4 ملايين سنتيمة وأقراص مهلوسة وأسلحة بيضاء إضافة إلى سيارتين من نوع مرسيدس ورونو لوغانا. التفاصيل أكثر في التقرير التالي مع جمال الدين قربوع ثانية.
ضمن العمليات المكثفة لمصالح أمن ولاية قسنطين للسهر على أمن وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح أمن ولاية قسنطين الأمن الحضري الأول للمدينة الجديدة علي منجلي من إلقاء القبض على عصابة متخصصة في المتاجرة بالمخدرات على مستوى المدينة، بحوزتهم كمية معتبرة منها والمقدرة ب 15 كيلوغرام ومبلغ مالي قدره 4 ملايين سنتيم وأقراص مهلوسة وأسلحة بيضاء، إضافة إلى سيارتين من نوع مرسيدس ورونو لوغان. العصابة تتكون من 12 شخصا تتراوح أعمارهم بين 22 و 48 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. في عملية نوعية أخرى تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي علي منجلي واحد بأمن دائرة الخروج بأمن ولاية قسنطينة من وضع حد لنشاط عصابة أو شبكة إجرامية وطنية تنشط حتى الحدود الغربية في مجال المتاجرة في المخدرات. نشاط هذه الشبكة الإجرامية اللي زعمها الشخص يستعمل وثائق ثبوتية مزورة وبمجموع 12 فرد لهذه الشبكة تم على إثرها حجز قرابة 15 كيلوغرام من الكيف المعالج، 300 قرص من نوع إكستازي المصنفة على أنها مخدرات صلبة، حجز المركبات المستعملة في نشاط هذه الشبكة الإجرامية وكذا مبلغ مالي من عائدات التجارة. المصالح المحققة أو المصلحة المحققة تعمل على تقديم هذه الشبكة أمام سيد وكيل الجمهورية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكون هذه العصابة عبرة لمن تخول له نفسه المساس بسلامة المواطن وأمنه. قامت منيا مسلم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة يوم الخميس بزيارة عمل وتفقد لولاية عنابة، سمحت لها بالإطلاع ميدانيا على وضعية القطاع والمشاريع الجديدة، وعبرت الوزيرة عن سعادتها لمشاهد التآزر الاجتماعية التي يتحلى بها الشعب الجزائري الأصيل. تقرير سماح قدرة. عبرت السيدة مونيا مسلم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة خلال زيارتها يوم أمس لولاية عنابة عن ارتياحها العميق للنتائج المحققة في هذا القطاع الحيوي، سواء من حيث أداء المؤسسات الاجتماعية التابعة لدائرتها الوزارية، وسواء للتطور الكبير الذي بلغه المجتمع الجزائري في مجال التآزر والتضامن الوطني. وفي كل محطة وقفت عندها انطلاقا من مشروع المركز النفسي البيداغوجي ببلدية الحجار والذي أوشكت مرحلة الإنجاز فيه على الانتهاء، ومرورا بمركز الأشخاص المسنين بالسهل الغربي، وانتهاءا بمدرسة صغار المكفوفين ومرفق الطفولة المسعفة بالجسر الأبيض، ظلت الوزيرة تؤكد أن نوعية الخدمة في المجال التضامني تبعث حقيقة عن الطمأنينة والارتياح. أولا حقيقة أنا مسرورة جدا من زيارتي لولاية عنابة، شفت زرت المراكز التابعة لقطاعنا، شفت أشياء تتعمل في الميدان مع ذوي الاحتياجات الخاصة، مع طفولة مسعفة، مع مسنين، شفت أنه القطاع بصحة الحمد لله، شفت إنجاز المركز اللي شفته معايا إن شاء الله ذوي الإعاقات الذهنية اللي راح إن شاء الله يفتح الأبواب نتاعه لدخول المدرسة الجاي، سمعت إلى برنامج القرض المصغر لونجام وبرنامج الوكالة وكالة التنمية الاجتماعية لادياسي لونجام، هذه الوكالتين يعملوا بقوة في داخل الوزارة ويساعدونا لتسطيل البرامج القوية تجاه شرائح كبيرة من المجتمع، خاصة المعوزين، نساء، البطالين، يعني مهم جدا. أعطيت بعض التعليمات ولقيتها راهي تجسد على أرض الواقع، ونقول سعيدة أسي لأنه سمعت انطباعات مواطنين يعني سعداء بالعمل تاع الوزارة تاع المراكز نتاعنا، لقيت مرافقة قيمة من المنتخبين المحليين، شفتوا البرلمانيين معانا المنتخبين المحليين، وانا من صدقكم القول انه اعمل بقوة مع المنتخبين ممثلين الأمة والشعب
مع الإعلام بقوة، لأنني مؤمنة أن الرسالة تاعنا تاع التضامن الوطني أولا هي رسالة إنسانية تضامنية اجتماعية قوية، أنكم تقدروا هؤلاء كل يعني إعلام ومنتخبين يساعدونا لأنه ينبهونا لبعض النقائص، يرافقونا في العمل، يقدروا نسمعوا منهم توجيهات لأنهم هما يعني في كما يقول لك في احتكاك مستمر مع المواطن في الميدان، ويقدروا يساعدونا نحن كهيئة تنفيذية باش نسطر البرامج نتاعنا وننفذها، وإذا كانت نقائص نقف عليها كذلك. وكانت وزيرة التضامن الوطني وفي نهاية زيارة العمل والتفقد التي قامت بها يوم أمس إلى ولاية عنابة قد أشرفت على مراسيم إبرام اتفاقية خاصة بتمويل تجهيزات تسويق السمك، وذلك بعد أن طافت بأجنحة معرض لمختلف نشاطات التشغيل للقطاع الذي احتضنته مديرية الصيد البحري الواقعة بوسط مدينة عنابة. نهاية النشرة المحلية، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.